السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ اكتشفت مكان جديد للي بيحب يركب خيل. بدل ما تروح الهرم او نزلة السمان، المكان ده فيه ركوب خيل والتدريب على ركوب الخيل للاطفال والكبار. وكمان في كافيه وقعدات واماكن للعب البلياردو وتنس ومنطقة كيدز اريا والعاب مميزة للاطفال. وهنلاقي كمان خيمة بدوي وأماكن للشوي، وميزة كمان إن هما بيطلعوا رحلات سفاري بالخيل في الصحراء بره. واللي بيميز المكان ده بقى انه على طريق السويس، يعني هيكون قريب للي ساكن في مدينة نصر او مصر الجديدة او التجمع والرحاب ومدينتي. عنوان المكان بالظبط على طريق السويس بعد مدينتي وانت نازل اتجاه القاهرة قبل الكارت على طول. المكان يعتبر خروجة كويسة ولو معاكوا اطفال هيتبسطوا جدا. أحلى وقت تروح هناك يوم الخميس والجمعة عشان بيعملوا حفلات وفقرات مميزة جدا للأطفال. وطبعا ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان تشوفوا فيديوهات جديدة في أماكن جديدة، وشكرا لكم.